شو نوعي أنا؟ ولك أي أب أنا هاد؟ ابني رح يموت بسببي، رح يقتلوا لابني وأنا عم أتفرج. لا، ما رح يقتلوا ابنك. الخال رامز رح يرجع لك ابنك. شلون بدي أرجع ليها؟ لأنه أنت هلأ رح ترجع له بنته. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أنت ما بتعرف كل شيء. صحيح الخال خطف ابنك، بس أنت هلأ خاطف له بنته. أي مزبوط، أنا بنته، بنته لرامز غريمك. رح نستنى، ما رح نعمل أي شيء. إيزيل، أنا أمنتك على ابني وأنت قلت لي ما بصير شيء، وعدتني وأنا صدقتك، وهلأ بدي ابني، بدي تجيب لي ابني. عايشة، ما رح يصير شيء، وهلأ ما فيني اتصل برامز. لكن شو هي خططك؟ إيزيل، بترجاك رجع لي ابني. رح رجعه، بس هلأ لازم نستنى. لا، ما رح استنى. عايشة، إيزيل، هلأ روح وجيب لي ابني، انساني إلي، طلع من قصة حبي وعشقي، تذكر إني أم بدها ابنها. إيزيل، بترجاك دخيلك ما بدي شي تاني، بدي تروح وتجيب لي ابني. تستطيعون إيواء أجساد أولادكم، ولكنكم لا تستطيعون إيواء نفوسهم، لأن نفوسهم تسكن بعيداً في قصر المستقبل، وأنتم لا تستطيعون زيارتهم هناك حتى في أحلامكم. قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم. نعم، قد تستطيعون أن تشبهوا أنفسكم بهم، ولكن لا تحاولوا أبداً أن تجعلوهم يشبهونكم، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تهتم بالماضي. أنتم أقواس تنفلت منها سهام أولادكم لتذهب نحو المستقبل، والقوس ينحني بكل محبة لليد التي تشده، لأن القوة التي تفلت القوس بقدر ما تحب السهام المبتعدة عنه تحب القوس القوي الذي في يدها. شو عم تحكي خال؟ خليل جبران بيحكي عن الأهل والأولاد يلي ببعدوا عنهم، بيحكي عن الأولاد كيف بيكبروا بسرعة، وبيحكي كمان عن الآباء اللي ما بيتركوهم أولادهم، عن الآباء يلي ما بيهربوا منهم أولادهم. هذا الحديث فينا نعمله معك بعدين. ليش ما عوضته؟ ليش ما عملتها؟ قلت لي بتقدر تعملها. طلعت ماني قاتل، يلي بيلزم لهي الشغلة أنا ما عنديها. الشيء اللي ما بتقدر تعمله دائما بتطلبه من غيرك، وهذا الشيء مانو منيح. بيجي يوم ما بيبقى في جنبك حدا بيعمل لك شغلك. بس اليوم ما كان في، بكل شغلة انت كنت موجود. للأسف المشكلة هون مو بس بالقواعد والمبادئ يا خال، الحظ. اللي فيه عنده حظ بيربح. إن شاء الله ما بيروح حظك، لأني وراك. إذا هيك حظك ما تغير. ليش يا خال؟ قلي ليش عمر مهم كتير بالنسبة إلك لهالدرجة؟ لأنه أنت
هو أنا. يلي عملته أنت بهالزمانات كمان أنا عملته. ما بقدر بصلح يلي عملته مثلك، ومن شان قادر انسى. وبما انك انت انا، بقدر اقتل حالي وانتقم. بس بدل هيك يمكن نحن لازم نتصالح. خلينا نحكي الدغري وكون صريح معك للاخير يا سيد جنكيز. موتك رح يكون على ايدي وين ما كنت تكون. مو انت انا. عيشة حبيبتي اطمني، لقيت ابننا ورح جيبه على البيت. جون، طمني عنك، انت منيح؟ ايه ماما. الو، وصلك ابنك؟ ايه وصلني. كل شيء صار تمام؟ ايه كله تمام. إيزيل، اليوم حكيت مع بهار. إيزيل اسمعني، تقدر تخليني أعمل يلي بدك إياه، الكذبة اللي بدك إياها، اللعبة اللي بدك إياها، كله بعمله وبعمله أحسن منك، بس ما فيك تجبرني إني خون أختي. وليش ما بتقدري تخونيها؟ ما فيني أعملها. إيزيل لازم تختار، إذا بدك تبقى مع بهار أنا بطلع برا، بس إذا ما بدك تكون مع بهار لازم تحكي معها قبل ما تتورط وتزعلها. ما بقدر. ليش بقى؟ لازم نستنى. شو بدنا نستنى؟ إذا بدك تختارها إلا ليش لا استنى أنا؟ لأنه في أشياء بالحياة ما منقدر نحسبها ولا نمنعها. أنت بدك تستني لأنه مو بإيدك، وأنا بعشقك لأنه مو بإيدي. ومو بس هلأ، حاسس إني رح ضل حبك طول عمري وحياتي لأنه مو بإيدي. بدنا نستنى وبدنا نخون كمان لأنه مو بإيدنا. بس هالشي فظيع كتير. أكيد فظيع. أنا قلت لك جنكيز ما بيقدر يقتل قطة. إيه وأنا كمان قلت لك إذا ما قوص بيكون أحسن، وراح يوقع ببير أغماء. ما فهم ما هيك؟ الرجال مفكر إنه كسب كل شيء، ما بيطلع حتى على اللي خسره. يا ابن أختي عايشة وعلي الحساب هنيك زبط، ما لهم خبر بشي، مفكرين الخطة فشلت. رجعنا للأول خال، ما في غيري أنا وياك بنعرف الخطة. وعما نحسب كل شيء
كل تفصيل صغير عم نعمل حسابه. ولا مرة طلع لك شي مانك حاسب حسابه؟ طلع أكيد طلع. لهلا ليك واقف قدامي أنت، وأنت يا ابن أختي عملت خطة فظيعة للثلاثي تبعك وعم تمشي مثل الساعة. شو لهلا ما طلع قدامك شي ما حسبت له حساب؟ طلع بهار بنص كل هالوساخة نظيفة وما عم تتوسخ، هي ما حسبت لها. هذا الشيء اللي ما حسبناه قبل يمكن هو يلي رح يجيب نهايتنا. رتب الحجار تبعك كيف ما بدك، رح توصل لنص اللعبة وتشوف. أحيانا تضطر تضحي بأغلى حجر عندك. بكفي ولك ما بكفي؟ لا معلم كمل. شلونك؟ عم بتخربط لي وشي وتقول لي شلونك؟ والله عم تحكي درار. شو رأيك؟ بكفي هيك ما؟ شو رأيك خال؟ ما بتمشي على جنكيز. الزلمة أمن إنه الولد مع توفيق، وتوفيق إجا وعطاني الولد، وأنت لازم تقله واحدة من تنتين، يا أما بتقله توفيق خاني وأنا عاقبته وخلص ما عاد يعيدها ويشك جنكيز، أو بتقله إنك خلصت عليه. شو يعني بدك؟ يعني يقتل الزلمة ليقتنع جنكيز؟ إذا عم تسألني هيك بعمل، وأنت يمكن لازم تعمل شي مثله تقريباً. لا خلاص، ما نقوله دوخناه للمسكين وما دوخناه. ولا شو رأيك أنت؟ ثيابك توسخت معلم، روح جيب لك غيرها. يلا هلا بكفيك تشوف صورة واحدة من المستقبل لتفهم. احيانا شغلة صغيرة ما بتكون حاسب حسابها بتقلب لك كل قدرك فوقاني تحتاني. مو هلا رجاك، لا تسألني إذا كنت منيح. إيه؟ لك تيفو انت شو؟
مفاجأة. أهلين أهلين. شو خير؟ صاير شي؟ جاي أسألك شغلة. شي مرة قبل هاليوم صار معك شي ما كنت متوقعه يصير أبداً؟ ايه صار. صار. وانتي؟ وانا كمان. سبق تخيلت كل شي، احلى شي ممكن واسوأ شي ممكن، كل شي. بس ولا مرة تخيلت اني اعمل هالشي. خير؟ هاد يعني رح تبلشي علاج؟ يعني ناوية انك تعيشي؟ اكيد. كل شي بتقول انه ما رح يصير بلاحقك لورا بابك، كل شي بتقول ما رح يصير عم يستنى على نار هادية ليصير. كل شي مفكر حالك حاسبه بينحرق وبيصير لماد. عأساس انت محظوظ جنكيز، عأساس غلبت الكل. تذكر ركان، ليش انت هون؟ لحظة قلت خلصنا وانقذت ابنك من رامز، شو صار بعدين حتى اجيت لهون؟ شلون وقعت بهذا الفخ؟ في حدا خانك وطعنك من ظهرك. لأنه في شغلة واحدة نسيت إنك تحسبها قبل كل شيء. لأنك بعتت ورا اللي بينزع اللعبة قبل ما تخلص اللعبة وبدون ما تنتبه. هالكرسي محجوز. هذا إلي. شلون إلك؟ ليكك قاعد وما أحلاك. ليش عم تنقوا لك صرصور؟ وينك يا؟ شو؟ هذا الأخ معي، وإذا بدك تقله أي شيء بتحكيه معي أنا.
شو شريك؟ شرفت؟ أهلا وسهلا شنكيز بحياتك الجديدة. أهلا وسهلا. وقت بيخلص الحكي وما بيعود فيه تحضيرات وبتخلص كل المشاكل وبنوصل لآخر آخر المطاف منلاقي حالنا رجعنا للبداية من أول وجديد. آخ لو شفت حاوطوني من جهتين، الشرطة كانوا من جهة ورجال القندرالي من الجهة الثانية. شي ما بتصدق، حسيت حالي كأني بشي فيلم، بس أنا عملت اللازم وحملت حالي وطلعت من هنيك. وشو كان بدك بالحصان؟ مو حرام عليك تقتله؟ يعني ما بعرف كيف، يمكن لأني ما قدرت أقتله. شو عرفني؟ أنا كنت لازم أعمل شي، ما بعرف أشرح لك شغلة معقدة. طيب وشلون رامز عطاك جان؟ يعني ما عملت له اللي بده إياه؟ شو علي ما بتعرفني؟ لساني بيشتغل معي، دخلت عليه من تحت ومن فوق، قلت له بعطيك علي وعيشة سوا، وعطيني جان وتركني. لك مزح لك علي، عم امزح شباك اجدب. والله مو بعيد عنك. لا علي بعيدة ومستحيل اعمل معكم هيك، مستحيل. ايمتى ما بدكم بتجوا لعند عمكم جنكيز وهو اللي بيدبركم. لك شي منيح، مزاجك رايق. بس ما يطلع لنا رامز هلا من تحت الطاولة. بتحب انزل واتطلع تحت الطاولة؟ يمكن ما لازم ناخذ الشغلة جد لهالدرجة. هديك المرة إلا شوي كنت أو وسط مجد، لقيت الخزنة مفتوحة، ففكرت إنه مجد أخذ شغلة، طلع مو أخذ، لقيتها بمحلها. كأنه صار عنا عقدة. ما إيه، أنا كنت عم قلك إنه الشاب تبعك خاين. شو اسمه هذا؟ تيفو؟ تيفو؟ الرجال أكل رصاصة من شانه، لو شفت حالته بالمستشفى عشوائي كان سلمه. منيح هاد الشاب، شلونه هلا؟ منيح منيح، قلنا له خليك من طيب لك خاطرك، إلا بده يروح على البلد. منيح اللي ذكرتني فيه، مشغول بالي عليه، تعال نتصل نطمن شو أخباره. تيفو، لك شو أخبارك ولا؟ وصلت لعند أهلك؟ إيه وصلت لعنده، الحمد لله وصلت. نعم. قديش راسك يا بش، يلا صح صح بسرعة، كمان جنكيز مشغول باله عليك. ماشي، شراب هنيك حليب معزة، لأنه محسوبك ما فيه يحميك إذا ضليت عندك. لا شكرا، إذا صارت مشكلة يعطيني خبر، أنا بجي لعندك فورا. جنكيز، جنكيز هادي ما هيك؟ ما حس بشي؟ لا لا أبدا، قاعدين عم نستنى إزيل أفندي حتى نرطب الطاولة. بس معلمك جنكيز بصلته محروقة، مستعجل. معلم، مع هيك انتبه لحالك منيح. شكرا. قالوا لي عم يستنوك. ايه شباب، وصلنا لآخر فصل بالرواية، ما ضل غير شغلة واحدة. ضل الانتقام بس. من هلأ ورايح ما في غلط، بدي الكل ينتبهوا منيح، بدي اياكم دايما تكونوا جاهزين. وانت؟ انت جاهز؟ هالشغلة من سنين عم تحبكها براسك، ولا رح تصير قدامك؟ ايه رح تكون صعبة شوي، لنشوف. شو اللي حكيتوا هلا؟ كأنكم حكيتوا بالألغاز. شو حكى عني شي؟ بكرة فيني قوم ما هيك؟ لا ما فيك تقوم على محل، جرحك لساته عم ينزف. ريهام شوفي لي إذا في كمان هون نزف. وين؟ لا ما في شي. اجا وقت تصفية حسابك يا ابن اختي، ما هيك؟ شو بدك تسكر الحساب؟
والله الحساب مو كافي. هالمرة أنا بدي فرغ فيهم، بدي فرغ كل شي عملوه فيني بكل لحظة، بس ياخذ جنكيز محلي اليوم وقتها رح يبلش الحساب. شو وين أزاد؟ مثل العادة بتعصب من أبوها وما بتطلع. بس ما تعمل شي، وصلنا للآخر خال، ما تعملنا مشكلة هلأ. لازم نحسب حساب إنها ممكن تعمل أي شي، لازم نحسب حساب لكل شي. يلا الله يسهل عليك، يلا امشي يا ابني امشي. شو كمان عزمت على المحل؟ اجت صاحبتك. مين اجا؟ اهلين وسهلين. شو حضرة الكاتبة، ما عندك راس خيط تاني؟ خالو رامز كان رح يخلص على جنكيز. عن جد؟ وشلون نفدت؟ ايه وشو صار بهي؟ بنته لرامز شو ما لقيتوها؟ ايه لقيناها بس بالمقبرة، حدا قبلنا خلص عليها لهالبنت الحرام. خسارة، كانت بتفيدكم شغلكم. حبيبنا جنكيز عم يقول انه بيطلع من خرجه لرامز، ونحن بيبقى علينا نشرب كاسنا. راح اقوم جيب لك كاس. شو بكي انت جنيتي؟ هذا الزلمه سفاح بيفرمنا بنفس الدقيقه، لازم تروحي. انا لهيك اجيت، بدي روح. لوين؟ على محل ما حدا بيقدر يلاقيني فيه. وابوكي؟ ايه خاصة ابي، بس في شغلة بالاول ممكن تساعدني فيها؟ وشلون ساعدك؟ بالاول قلي رح تساعدني؟ اذا بتساعدني رح خبرك على محلي، وين ما رحت بعطيك خبر، وبصراحة ما رح يكون عندك ورقة اقوى من هي، ما هيك؟ وشلون بدي اعرف انه حكيك صح؟ جنكيز خلصني بقى، حاجتك لف ودوران. انت وانا حسيت من اول دقيقة انه في شي صار بيناتنا، قلي مزبوط؟ لهيك انا ما بقى كذب عليك ابدا، وانت ما بقى رح تكذب علي. شو لازم اعمل؟ بدك تزد حالك على الموت من شاني. اشتقت لك؟ لا اطمن، سكرنا لهداك الدفتر. والله كاس الفرسان الثلاثة، صرنا فريق ممتاز ما هيك علي؟ وانت مال قلبك للعم. احيانا بميل له كتير. مزبوط علي، ما بيحكي كلمة حلوة عن حدا. كان عنا رفيق بينحكى عنه كلام حلو، بس للأسف الله يرحمه. الواضح انكم بتحبوه لهذا عمر. عمر ما؟ لا اليوم ما في عمر، اليوم ما بدنا نتطلع لورا ابدا، اليوم بدنا نتطلع على المستقبل لقدام علي لقدام. شلون وجان؟ منيح ان شاء الله، مو خايف من شيء؟ الولد عم يعصب علينا كتير، لما بيطلع المسا لازم اتركه مع تيفو حبيب قلبه.
بس يمكن صار لازم طري مع عيشة شوي. صايرة مثل الروبوت، خايفة تفيق بالليل شي مرة وتضربني بالسكين وتقتلني. يعني منيح انك تحملت هالشي لهلا. ايه شو رأيك يا زيل؟ ما قلت لي رأيك، شو لازم اعمل؟ برأيي انه لازم تبطلوا تعذبوا حالكم. اذا بدك تبلش من جديد لازم تبدأ من محل جديد. خود جان وخود عيشة وضبوا شناتيكم وروحوا على البهاماز، على المالديف، على اي قرنة بس روحوا. ليش ما نبدأ من هون؟ هون كل شي بيذكركم بالماضي. وروحوا تذكروا بعضكم، روحوا لبعيد حتى ما يدخل شي بيناتكم لما بتطلعوا ببعض. والله شهيتني لإلي على هالروحة. السفرة رح تفيدنا، نحن محبوسين هون. هذا مزبوط، كل واحد محبوس بحياته. روحوا خدوا إجازة، أنا بحللك كل شي بيتعلق بالفندق، وعلي بيتابع الشغل هون. طبعا جنكيز، عيب ولو ما تخاف. معناتها بكرة الصبح بروح باخد إذن للجام المدرسة تبعه. عم تحكي صح الشريك، لازم نروح، لازم نروح سياحة على مطرح في بحر. طبعا، ولما بتفيقوا تطلعوا ببعض، دوروا بالشوارع سوا، احكوا نفس اللغة تبعكم، تذكروا حبكم، تذكروا بعضكم، روحوا وانبسطوا وذكروا بعضكم شلون كنتوا مبسوطين من قبل. وهو هيك شريك، خلص. ولك الزلمة طلع طبيب نفسي، لو خلص رح سافر خلص. كمان هي لعبة؟ مع بهار. اشتقت لك. لك ما اشتقتي لي؟ شو عم تعمل؟ اعطيني الموبايل. خلص تركي الموبايل. اسمعيني بالأول. اسمعيني. ماشي. عم بسمعك. استني، فكري قبل ما تقولي لا. أنا وإنتي وجان أسبوع بجزر المالديف، ثلاثتنا عيلة واحدة من أول وجديد. ما اشتقتي لهذا الشيء؟ أنا اشتقت كتير عايشة. مستحيل، ما بقدر روح. جان عنده مدرسة وفي الأوتيل، وبعدين شو عرفني، في أبي وفي شغلات كتيرة. هدول كلهم حجاج 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 حجاج، وهدول كلهم حليتهم. شو مفكرتيني عم ساوي من الصبح؟ قولي لي شو السبب الحقيقي، ليش ما بدك تروحي؟ بتحبي انا قلك؟ انت خايفه. خايفه؟ شو اللي بده يخوفني؟ لانك حابسه حالك وقفلي على حالك الباب ومخليتيني برا، وهلا خايفه انك تفتحي هذا الباب واقدر ادخل مره تانية. مو صحيح. خايفه اني اجرحك مره تانية. لا. خايفه اني ارجع خونك، خايفه اني اخدعك او اني اضربك وانا سكران. لا، خايفه اني ازعل عليك. ليش بدك تزعلي علي؟ ما فهمت. لأني أنا عشقت وحدة ما بتحبني. إيه بس إذا هي الوحدة بتروح معي سياحة هي المرة وبتعطيني فرصة لصلح غلطي وبتطلع من السجن اللي سكرته على حالها، وقتها بتصير حياتنا أحسن بكتير. رح طالع لو كلفني هذا الشي حياتي. بس إذا أنا فوتت هي الفرصة ورجعت غلطت مرة تانية،
وقتها صدقيني بحق لها لهي المرأة انها تعمل فيني كل شيء هي بدها اياه. كل شيء بدي اياه؟ اي شو ما بدك. روح قول لجان يحضر حاله. رح نروح. عرض علي السفر ووافقت، وهلأ مو جاي؟ لا مع تيفو. وتيفو منتبه عليها وما عم بيرف له جفن. حجزت بطاقات طيارة على المالديف ودبرت كل العجوزات بالفندق. ها شريك، كنت بدي اتصل فيك، اقنعت عايشة رح نسافر لبرا. حلو كتير، لكن شو عم تعمل هون؟ شو يعني روح بدون ما ودعكم؟ ما بقدر عفرقنا، منروح معك اذا بدك. يعني لا تزعل مني علي، بروح لحالي على الصحراء ولا بروح معك سياحة. ما حضوم. شكلنا رجعنا مثل ايام زمان، ها رجعنا نعمل كل شيء مع بعض. ناقصكن واحد. ايه مزبوط، بس انت موجود شريك، بتلحق على كل شيء. من ايمتى نحن رفقات؟ ما كملنا السنة وانقذتني ألف مرة. كأنه حلفت اليمين معك انت مو مع عمر. اي يمين؟ انسى الموضوع، شغلة قديمة ما لها معنى. وقف استنى لحظة، رح فرجيك. شوف ها هون، شايف شايف علام الجرح هون؟ هو ما عاد مبين مثل الأول، بس وقتها توجعت منه كتير. عمر كان عنده نفس الجرح. أساس ما رح نفتح سيرته. ايه شبكن ما عم تسمعوا منيح؟ عبالكن روحوا من هون، نحنا بدنا نلعب بالطابة. هذا محلنا، نحنا اجينا بالأول. ولك كزمك، بدي امسك تحت رجلي. ها شوف هاي رفقاتك راحوا، مع مين بدك تلعب؟ رح العب لحالي إذا بتحسن طالعني. ولك أنت بدك تبليني فيك ولا؟ ها؟ سكين؟ ينعم شو غليظ. بعد؟ أي عمر، نحن مالنا رايحين. شو يعني اجا دورك انت التاني؟ لا دوري ما اجا. عمر شو سمج هون مجنون؟ لانه نحن اخوة بالدم. اذا واحد منا ما بيتراجع كمان التاني ما بيتراجع. إذا واحد منا بمشكلة التاني ما بيتركه أبدا. يعني نفس الشيء. إذا حدا نادى التاني بيجي فورا. كل شيء في معنى بنتقاسمه. نحنا ما بنتنازل عن حقنا لأنه نحنا إخوة بالدم. تعال خلاص، هدول شكلهم مجانين.
بدهم يجيبوا لنا بلوعة راسنا. شفت كيف هربوا منا؟ شو بك انت هيك عابس؟ انت عم توجعني كتير. صرت اخي بالدم. شوفي في شيء؟ ليش هيك عم تضحك لحالك؟ لا ولا شيء، بس تذكرت شغلي. يضحكنا معك ولو؟ على اذنكم لحظة. الو جنكيز، هلا. معلش لازم اروح كمل تحضير اغراض، بخاطركم باي باي. لعبة بقلب لعبة، لدرجة انك بتنسى حالك بانه لعبة انت، ولما بتحاول تفوت بنص اللعبة بتنسى حالك، مو بس هيك بتنسى مين خصمك. قمري امتى جاي؟ مشيت الكل من البيت وعم حضر الاكل هلا. يلا يلا، انا جاي وجايب لكم معي شغلات كتير حلوه. عندي شغله صغيره رح حلها واجي. جنكيز، كم مره قلت لي هالحكي من الصبح لهلا؟ بتتذكر؟ بتذكر حياتي بتذكر، بس مو مثل ما عم تفكري انت ابدا. ما في حدا بكل الكون بيقدر يمنعني اجي لعندكم اليوم. حتى انت؟ وحتى انا. جنكيز، هاي اجيت. ليش؟ لاني مدين لإلك، وانا كمان مثلك بالضبط عم حاول استرجع حياتي. ماشي امورك؟ كل ما حاولت اطلع بغرق بس ما عاد اتراجع. بالايام الاخيره اكتشفت شغله حلوه. شو هي؟ إني بحب عيلتي كتير، مرتي وابني وبيتي. مو في هاي العيال المبسوطة اللي منشوفها دايماً بالدعايات؟ ما كنت متوقع أبداً، بس عيلتي طلعت وحدة منهم. رح تختير مع العيلة ورح تربي ابنك على إيدك، وأكيد رح تاخد مرتك بعيد ميلادها على البحر. الغلطة إنه دايماً كنت فكر حالي عمري 15 سنة. أنا تغيرت أزاد، صار بدي شي تاني غير إنه أربح، وهي فهمت أخيراً بفضل أبوكي. أنا ما بدي شي بهي الحياة غير عيلتي وبس. وأبي هيك بيقول، بس هو مو قدران يتخلى عن اللعب. يا ترى أنت بتقدر تتخلى؟ يعني ما بقدر أوعد بهالشي، بس يمكن نتعلم إذا اليوم ما سببتي بموتي. ما بحسن أوعدك كمان جنكيز. فوق بالطابق الملحق في بالدرج جواز سفري وهويتي ومصاريي، يعني كل شي بيتعلق بشخصيتي التانية لازم آخدهم مشان أهرب. وليش ما بتطلعي انتي بتاخديهم لحالك؟ ليش؟ لأنهم قدروا يعرفوا مين أنا ويمكن عم يستنوني. يعني يا أما رامز بيستقبلني جوا، أو شي واحد رح يقوصني براسي. مالك مجبور، أنا طلبت منك المساعدة. إذا بتحب تساعد ساعد. Thank you.
كمان ولك حط كمان. كل هدول ما بيكفوك كمان؟ صح وهنا خود مسيك. لا تزعلي، بس اجى الوقت انك تبطلي هالشغلة مقيحة. ليش؟ شو مليتنا أكلي؟ لا بس شو في صاير عم يطلع بإيد الشباب كل شي بهالأيام، شايفي شو طبخهم طيب؟ يسلموا لي إيديكم يا ولادي. أعطيني خبز بابا. ولو تفضل. خالي مليحة بتطبخ أطيب من هيك، أنا ما فيني نفسك بنوب. شو كنت جوا عم تحكي؟ أنا شاطر بهي وبعرف ساوي هي، اللي شو صار؟ اخي اذا ما عجبتك اترك لي اياها. لا انا باكلها باكلها. انت ريح لي حالك شوي، اطمن رح اكلهم. شو بدنا نعمل؟ ما عاد في سلطه؟ ايه رح صب لك. ماما شو؟ بكرة أخي رايح، ما بعد ما يروح راح تساوي لنا هيك أكل؟ ما راح تساوي لكم، راح تقضيها خبز وبصل. معقول ما أعمل حبيبي مجد؟ بدي أعمل لك الأكلات اللي بتحبها. أها. هلأ بس يروح أخوك ويرجع بالسلامة راح أعمل لك أطيب أكل بس يرجع. يا عيني. بابا شو في واسطة؟ شو عم تتآمروا علي؟ ميت أهل وسهلا. عمر طالع شي بعد الغداء؟ ماني طالع، بدي مضي لها اليوم معكم. عشت مليحة، أنا رح أكل صحن تاني بعد هالخبر. يلا صبري. وانا الو شلون؟ امي اخي مو رايح، بكره من راسله. شلون يعني؟ يعني انت بتنقليني وانا بكتب. اي شكرا. كانك انت عم تكتبي. تمام. ما بنقطعه ابدا. اكيد ان شاء الله. اي ماشي. طبعا ما بنقطعه. عمر رايح لعنده ما؟ ايه بابا اكيد عامل له شغله مو منيحه. ايه بابا هذا جنكيز رح ياذيك يا ابني، كل يوم عنده مشكله، اذا رح يصير معك شيء رح يصير بسبب هذا الشاب، كاني اجلها اليوم. معك حق بابا، بدبر حاله بدوني، يعني ما بيصير شيء. خلاص رح فوت. ما بيصير ما تمد ايدك للي بيطلبها منك يا ابني. يلا روح روح شوفه لرفيقك. ما ترد يا ابني، شبك خجلان. معي جبتلك ياه. يلا طلع. فعست الزلمة تفعيس، طلع واحد فاضي. يلا امشي امشي امشي، يلا روحي روحي. بدي شوف الجرح تبعك.
شفتي هداك الزلمة اللي لحقني؟ مع اني فعزته بس الزلمة كان رح يقتلني. شكرا جنكيز، من وقت ما اجيت لهون انا صار في عندي اب وصديق. اجا حظنا هيك على بعضنا يا صديقتي. ايه شوفي شو بدي قلك، خلينا نتوعد بعد 5 سنين بالضبط من هاد اليوم نلتقي بالبيت مطرح ما كنا، وما فيك تقولي لا. أزاد الجديدة وجنكيز الجديد. اتفقنا؟ اتفقنا. إزيل تعال مرة تانية ماشي؟ ابقى عيدة. طبعاً طبعاً بجي. شو عم ممتاز؟ شوف بدك تجي ورح نعمل أحلى جات سلطة ونأكله سوا ماشي؟ ماشي. مجد انتبه لحالك. ماشي وانت كمان. وصلتها كتير طيبة. خالة مليحة. ليك بابا؟ أمي كنت بدك تعطيني؟ أنا رح أطلع شوي عندي شغل. إيه مثل ما بدك يا أمي. ما بتأخر. ماشي. يلا يا جماعة شفناكم بخير، سلام. الله معك. الله معك. كامل. هون كل الأمور تمام. أخذتها؟ إيه أخذتها. معناتها روحوا خبروا الخال، وحضروا علي. وبلكي ما قبل علي. رح يقبل. شكراً لك. على مهلك. على مهلك شوي شوي. هاي مش الحال. شوف هاي قمت. تسلم إيديك يا ريهام. أنا لولاكي. لا تحكي هذا الحكي، كنت بتعمل نفس الشيء من شاني. شو كان صار لولاي؟ لولاكي أنا. أنت مديون لريهام يا ابني لأنها ساعدتك. ماشي ولازم رد لها الدين.
ايه بس لا تركبي له فائدة. من هلا ورايح رح يكون عندك وقت لترده. خير ان شاء الله. شو سرحتوني من الشغل؟ ما منعرف شو رح يصير بعد هالليلة. يمكن نفيق بكرة الصبح وما نلاقي لعلي. وشو معنات هالحكي؟ على مهلك، هلا بينزف جرحك. اليوم شو رح تساوب علي؟ كامل، هلأ قلي شو رح تساوب لعلي بهالليلة؟ ما بقى لازم تفكر بعلي يا توفيق، اندمجت زيادة بالدور، بس إن شاء الله بعد هالليلة صار لازم تفكر شو رح تساوي. ها؟ بعرف هالشي صعب عليك، بس صار لازم تعطي قرارك. أنت مع أي طرف؟ ايه توفيق، انت مع اي طرف؟ ايه هي مفاجأتك اللي قلت لي عنها؟ اول محل التقينا فيه ما عجبك؟ لا مو هيك، عجبني كتير حلو. بس كأنك عابسة شوي. لا أبداً، ليش لأ عباس؟ المطرح حلو وأنا كتير. ما في نهاية لهاللعبة خال. شو ما عملت بيطلع وراها في شغلة تانية. كأنه آخر هاللعبة موت. لا معقول أخ علي، اللعبة الأساسية هنيك لساتنا على الشط. عم تضحك علي ما هيك؟ عم تخليني أعمل الشغل تبعك وما رح تعطيني الشريط لما بتخلص. يمكن بعد جنكيز رح يكون الدور علي أنا. بعرف هالشغلة صعبة شوي عليك. إذا ما رح تقدر تقوم من ورا هي الشغلة فلا تخاف، رح يجيك الدور قبل جنكيز. إذا بدك تخلص كل هالشغلة فيك تخلصها بلحظة، ما في لزوم لإلي، فيك تلاقي واحد أحسن مني. إيه بلاقي بلاقي. وليش بدك ياني أنا؟ طالما شغلتي صعبة كل هالقد ليش معناته أنا يا خال؟ لأنك أنت علي وهي المهمة خصوصي لإلك. أنت متعود على القتل مثل الأكل، متعود أنك تقتل وتلبس الجريمة لرفقاتك، صح كلامي؟ يلا روح يلا.
يلا. بس مو هو العدو تبعي، العدو تبعي هو انت. ومين قال انه هو العدو تبعك يا علي الكماشي؟ هو الفريسة تبعك، وانا ماني عدوك بنوب يا علي الكماشي، فهمان؟ انا صديقك يلي بقيان لك. حاسس اللي لازم خلص عليه هو انت، والمصاري والشريط كلهم بقفصر مايتي. أنا لازم سلمك لهذا الزلمة. بس ليش واقف؟ لأنك خايف مني. أنت خايف مني يا علي؟ وحياتك ما بخاف من بني آدم. لا بتخاف، بتخاف من شبح عمر لما بتنجاب سيرته، بتخاف لما بتقرب من بهار أكتر من نص متر بتخاف منها، بتخاف انك تعيش كتير وتموت لحالك مثل اي كلب بالغابة، بتخاف لما عيونك بيلتقوا بعيون الخال رامز بالصدفة، لانك بتخاف من الخال رامز. الخوف شغلة ما بينخجل منها يا علي الكماشي، كل واحد منا الا ما يخاف من شي. طالما هيك انت من شو بتخاف؟ انا؟ باليوم اللي راح تقدر انك تعرف من شو بخاف انا، راح خاف منك الك يا ابن اختي. يلا يلا خلص الشغلة على السريع، يلا ما بدنا ننام هون. ها أنا بأمرك خال. بقى خلينا نسمع الموسيقى سوا. اليوم ما رح حرك عيوني عنك، اليوم ما في غير هالمكان، اليوم ما في غيرك انت، اليوم ما في غير السعادة اللي قدامي. حلو حكيك، وشو يلي بيميز هاليوم؟ الإنسان أحياناً بيعيش كأنه عم يسترجع أيام الماضي، وأنا قررت أني ما رح أرجع للماضي. طيب المرأة اللي بتحبها شو رح يصير فيها؟ كل شي، كل ذكرياتي اللي كانت موجعتني اعتباراً من اليوم صارت وراي. تعي لجنبي. يلا ديك شو بصير؟
خلونا معكم المره الجايه. هيك تكرم عينك والله واكلات بس لا تنسوني بدي اروح معكم. خلص قررت تروح بس بدك تروح بدك تروح حياتك بالدوله لا تاخذ منه غير الله يسامحك. اي والله عم يشاكوني مو لك. لا يا زلمه انت ما بتعرف تاخذ عقله بس بس تاخذوني معكم تعرفوني مين انا. اي ولا يهمك بنشوف لعيلي. انت عم تحكي عن جد؟ اي عن جد يا زلمه. خير شو القصة؟ معلم راح وشوف. ماشي عرفت القصة بس لا تروح من عند الباب خليك قريب مني. ايه حاضر تحت امرك معلم. شو قصتكم؟ كل يوم جاييني واحد. آخر مرة بوعدك. أنت مو مثل هداك. أنت مرتاح. إيدك متعودة على حمله. إيه شو رأيك؟ بعد ما يموتوا الأحصنة بيروحوا على محل. ها؟ ممكن التقي مع أسينا؟ دخيله أنا عاشق لخيول حبيبي. حط لي راسك على الفرشة. حط. شو ساوي لحتى تتراجع؟ سهلة هاي. تحكي لي شلون بدي خلص على الخال بتركك. بتعرف كيف؟ توقعت هالشي. أنا عم حس يا عيشة. قلبي عم يقلي خلاص. صرت عم تحس. عم بتصير شغلات حلوة. أنت كمان حاسة. شو بكي؟ ولا شي. بس هيك ضايقت شوي. اوه
بس لك شو بدك عم بلعب. دين بالك قوسوا يا شباب انتبه لا يصيبك. ها وع 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 يلا عجبه يا شباب رح نمسكه يلا ليك لحاته يلا هاي فرصتنا. ها وقع وما حدا سمعني حاصل الجهه الثانيه يلا يا شباب عايفين اذا حرقنا الكوخ تحترق الغابه كلها انا رح اروح عند الباب الثاني يلا يا شباب خلونا نكون ايد واحده يلا 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 شباب يلا يلا بين عليكم الشباب حصرناه مش الحال يلا نفسكم وينك يا خال ما بقى في محل دبانه لتحكم قولك وينك يا ايزيل شو عم نسوي وينك يا شنكيش لك علي شو قتلت حالك انت خلاص قتلت حالك مش الحال هيك الموت رح يصير ما هي اخرتك ما هي اخرتك يا عبد الكماش على اساسك تصير غني على اساسك تاخذ مهام لك على اساس بدك خلص نحن رح نروح من هون تتذكري يا عائشة قديش كنا ننبسط أنا وياكي شلون كنا نموت من الضحك وأنا كنت حس بالندم دايما كأنه ما لي حق بالضحك عملنا كل هالشي وبعد قعدنا نضحك لا تحكي هيك كانت أيام حلوة صرنا نحط علامات على الطريق تبعنا بعدين رحنا اشترينا سيارات لإلنا وبعدين ضيعنا بعض على الطريق وبعد ما عدنا لقينا بعض أبدا جنكيز عايشة حبيبتي أنت بتعرفي قديش أنا بحبك ما وجان كمان حبيبتي أنا أحلى أيام بحياتي عم عيشة معكن وهلأ حتى عرفت هالشي هلأ عرفت عايشة أنا ضاعت بس رجعت لقيت طريقي لعندي اليوم أسعد يوم بحياتي تعالي مرة واحدة بس نحضن بعضنا ونقول ما رح نترك بعضنا مرة تانية بعرف إنه بحياتك ما حبيتينا بس مرة واحدة بس لمرة واحدة قبلي إني يكون حبيبك وخليني ضمك مرة واحدة علي ارفع صوتك وقف عندك ولك احكي يلا احكي عمر عم بسمعك وصلت لاخر الطريق هذا اللي صار يا عمر روحك الخال رامز برخيص هذا اللي صار عم استناك لما توصل على الطرف الثاني بدي احكي معك كلمتين عم استناك انا على الطريق يا رفيقي جاي بس انكسروا الباب بتخلص الشغله انا مشتاق لك كثير يا عمر أنا إجيتك معلم طلع الواحد بس يحارب فترة طويلة بيصير ألد أعدائه وهو أقرب رفقاته ولما بتوصل للنهاية وبدك تقتل عدوك لازم تودعه كصديق فيكن تبلشوا
الحمد لله. مين بده يساعدني بتنزيل الشناتي؟ أنا بابا. يلا نط. هاي نحن أجينا. ما خلصت الشنتاية، ما سكرت، بدنا كمان واحدة. ولو نحن منسكرها. عسكري. أنا بأمرك سيدي. بدي كلفك بمهمة خطيرة كتير. وأنا جاهز سيدي. نط عود فوق الشنطة. عسكري، هاي الشنطة يمكن تنفجر بكل شي فيها بأي لحظة. ما أنا خايف؟ ها؟ أبدا سيدي. ما أنا خايف. لا تعمل هيك بابا. هجوم. حاجة حاجة. خربتولي التخت سيدي، انفجر التخت. يلا نسافر لبعيد، عيلة مع بعض. هذا إزيل، خديها مني. هذا الزلمة علقان بأختك بهار. يلا جاي. على الغلاظة هذا أكيد علي. شوفي شو بكم، فوتوا لجوا. عمرك سيد، انت اسمك جنكيز؟ اي انا. خدوا فتشه وكلبشه. يلا حاضر سيدي. خدوا. شو عم تعملوا؟ ممكن نفهم الموضوع؟ ولا حركه حاج. انتوا اكيد غلطانين. لا ما في غلط. طيب ممكن تفهمني لوين رايح؟ خدوا امشي. شباب فتشوا البيت. استنى انا هلا لا برجع. تتركوا محل ما تفتشوه. عائشه يلا بسرعه. حاضر عائشه. امشي قدامي. يلا يلا امشي. عائشه شو صار؟ ليش الشرطه هون؟ بحر خليكي مع جان، لا تخليه يطلع. ماشي بس شوفي. اسحبوا السيارة. قرب يلا فوت. السيارة قرب. لا تقول يلا السيارة. هاي السيارة لا. هي يلي فتش السيارة. عفوا سيدي المفتاح. روح جيبه من البيت وتعا. حاضر. ابني فوق هلا بتخوفوه. عيشة فوتي لشو، خليكي مع جان. شو عم تعملوا؟ ليش عم تضربوه؟ حاجة حوض. كان يفكر من قبل. ولا جنكيز انت موقوف بجريمة قتل من الدرجة الأولى. اشحطوه. يلا بسرعة طلع السيارة. أكيد في غلط. جنكيز. عيشة عيشة تصلي بإزالة بسرعة. يلا عيشة يلا لا تقلقي، تصلي بإزالة بسرعة. وإني شو عم يصير معي هون؟ بسرعة لك حاجة تقاوم. سيدي لقيت مفتاح السيارة، فتشها بسرعة. خلاص. ألو إزال. شو وصلوا؟ هلا عم ياخدوا. جنكيز قال لي اتصل. منيح اتصلتي. انت منيحه؟ لا عايشه عايشه. قولي له قولي له لإنزال يلحقني فورا على المخفر بسرعه. عم تسمعه؟ اسمع عم يطلب منك تساعده. عم يطلع فيي بطريقه. كيف؟ مظلوم. لا عايش تتحرك إزال. انا ما رح كمل إزال. عم اقول لك ما رح كمل. ما عاد فيني. عايشه تأخرت كتير، تأخرت كتير عن ندى. هلأ بتحرقينا كلنا، جان وبهار وكلنا رح نحترق. خلاص يلا شده وبتزول، كله بيزول. بس أنا وإنتي لازم نتجاوز كل هاي القصص. أنا هل... سيدي لقيت شغلة، لقيت هالكرباج بأرض السيارة وعليه دم. شو هاد؟ هاد مو إلي. شو هاد؟ يلا خدوه ارموه بالسيارة بسرعة. حركوا هذا مو إلي. يلا ركوني ركوني هذا مو إلي. وقت اللي بدي انتقم منك صراخ قد ما فيك. كل شي عم نعمل معك
هو كل شيء عملته معي، معي أنا. جبت لك الجرايد واشتريت لك كعكة، وهلأ بنطلب لك كاسة شاي مرتبة. شكرا كتير. من كم يوم وأنا هون؟ شو ما صار لك كتير، ما استضفناك غير الليلة الماضية. قدرت تنام منيح؟ نمت على الكرسي. طبعا ما أنك متعود، وأنا وصغير ما كان عنا فرشة، كنا نقعد كلنا مع بعض بزاوية الغرفة والنام. بس كنا 12 أخ، أنت عندك إخوة؟ لا، أنا وحيد. بس عفواً إذا إلي حق بتليفون بدي أتصل بالمحامي تبعي. ماشي ماشي، خلينا نخلص هالشغلة بالأول وبتكمل فطورك بالبيت. ما بتتصور قديش بكون ممنونك. هلأ بتكون عيلتي كلها مشغول بال علي. العيلة بالنسبة للإنسان مهمة كتير. معناتها رح بلش أسألك كم سؤال. قلبت ملفك شوي وقلت لحالي ما بيعملها هذا الزلمة صاحب فندق، رجال مزبوط. قلت معقول يكون هذا الزلمة؟ بس يا ريت يكونوا الكل عندهم إحساس سليم مثلك. لا تشغل بالك، رح نحلها. بدك تصبر شوي. رجب برلاق، تعرفوا شيء؟ معروف باسم القندرالي. لا ابدا ما بعرفه. لا تعرفوا اكيد، لانه عنا ادله اكيده انه هذا الزلمه سبق ولاحقك بمزرعه الخيل ولاحقك بالمسلخ. لا مو انا. مزبوط، يمكن نكون غلطانين. زملائنا لقوا بسيارتك هذا الكرباج، تاكدوا منه. كرباج حصان خاص بالقندرالي. أنا مالي على قفي، مو أنا اللي أخدته. مزبوط، ليش لا تأخده؟ طيب سؤال أخير، كأنه في هون عندي وضع غريب شوي. هدول هون صور الجريمة، طلع إذا بتريد. هون في سكين بإيد الضحية، بصراحة هي أكتر دليل عم يشغلي بالي هلأ. فيك تقلي شو جاب دمك على هاي السكين؟ ها؟ طلع منيح. كيف؟ طلع فيها. شو كأنه في جرح بإيدك من هون؟ ها؟ وجعيتك كتير؟ فخ الكلاب نزبولي فخ. شوف هاي جرايد اليوم، لنشوف شو كاتبين فيها. المجرم رجل أعمال، خد. منشوف هاي كمان، رجل الأعمال الناجح بجدارة والقاتل الفاشل بجدارة، خد اقراها. هون كمان كاتبين رجل الأعمال الناجح بيعمل كل شي بده اياه بتركيا، يقتل رجل بوقاحة وبيترك دليل. فاكرين حالكم إذا قلتولنا ما عملناها رح نصدقكم دغري وخلاص؟ عملولي فخ، مو أنا اللي قتلته. ليك الشغل ما بيصير هيك عنا، هون ما حدا رح يوقف لك باستعداد ناطر أوامرك. فهمت علي؟ هون الكل مثل بعض، مثل بعض الكل. فهمتني ولا عدلك من الأول؟ ها؟ لك شو بك انت؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ انت شو عم تقول؟ ما
قدر ينام بالليل حضرته. ها؟ قال شو؟ الإحساس تبعنا مو صح، ها؟ الإحساس تبعنا مو صح، ما هيك؟ ولك شو أنت ولا؟ ها؟ ليش مين حضرتك أنت؟ قلي لشوف مينك أنت؟ ها؟ لتكون ملك، ها؟ أنت من هلأ ورايح رح تكون مثل الكل ولك، مثل الكل يا جنكيز المجرم. من هلأ ورايح تتعلم شلون تنام هون ولك يا حقير. ها؟ مينك أنت؟ سافل وزنكيل وتافه وغبي كمان، لا قواطي وشبان. خدوا، لا رح أعمل معك منيحة، نام فوق هدول بالليل حقير سافل. لما بيجي وقت الانتقام بتصير تفهم شو يعني الليل الطويل. يا ريت تفهم، يا ريت تفهم شو اللي عاناه عمر، يا ريت تفهم شو عملت بعمر المسكين. هلا انت بنفس البير، البير اللي قعدت فيه انا 12 سنة. تعرف شو؟ هلا بلشت تفهم يا جنكيز.